أهلا بكم مشاهدينا. قبل الهدنة كما بعدها، تستمر إسرائيل في ارتكاب إبادة جماعية موصوفة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل. الولايات المتحدة لم تعد مضطرة إلى شرح موقفها المنحاز للاحتلال، فها هو مندوبها لدى مجلس الأمن الدولي، ومع بدء كلمة المندوب الفلسطيني ينزع سماعاته التي كانت واشنطن توحي من خلالها أنها تسمع أو تستمع إلى كل الدول بصفتها دولة عظمى مبشرة بحقوق الإنسان وباقي المعزوفة. هكذا وبكل وقاحة وإطاحة لكل المعايير الدولية، لا يتحمل الرجل سماع حتى صوت فلسطين. ولما العجب من دولة عظمى لجأت عبر فيتو لا يمثل إلا نفسها إلى تمديد الرخصة المفتوحة بيد إسرائيل لذبح الفلسطينيين، ولعل توصيف الأمين العام للأمم المتحدة يختصر ما يحدث في هذه المنظمة الدولية حين قال إنه يوم حزين في مجلس الأمن. ونضيف إليه توصيف منظمة أطباء بلا حدود التي أعلنت أن الفيتو الأمريكي هو فيتو ضد الإنسانية. هذا في السياسة. أما في الميدان فالاحتلال يستعجل تحقيق إنجازات عسكرية، لكن نتيجة لا شيء سوى المجازر بحق المدنيين على وقع انقسام داخلي غير مسبوق داخل الكيان. حول مسار الحرب وأهدافها وماذا في اليوم التالي، نناقش في هذه الساعة من التغطية المفتوحة كل هذه العناوين، على أن نقف على آخر المستجدات الميدانية مع شبكة مراسلي الميادين المنتشرين في مواقع الحدث الفلسطيني كافة. ونبدأ بالإضاءة على المشهد حتى هذه الساعة مع الزميل أحمد غانم مراسلنا من غزة. أحمد، ماذا في التطورات لديك حتى هذه الساعة؟ العدوان ما يزال متواصلا حتى اللحظة دينا على مناطق مختلفة من قطاع غزة، ولا سيما رفح وخان يونس جنوب القطاع. إذا فادت الأنباء قبل ساعة من الآن عن استهداف قريب من مخيم الشعوت في رفح جنوب القطاع، فضلا عن استمرار الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي في مناطق شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة. المنطقة الوسطى حتى هذه اللحظة تشهد عفوا بين الحين والآخر استمرارا للقصف المدفع المتواصل، ولا سيما على المناطق الشرقية في هذه المنطقة، شرقية نصيرات، شرقية المغازي، شرقية البريج، وكذلك شرقية دير البلح. ولكن هذه القذائف المدفعية تأتي تتويجا ليوم وليلة أو لليلة ساخنة اختتمتها إسرائيل هذا الصباح بمجزرة كبيرة بحق عائلة سلمان التي ارتقى فيها ما يزيد على 10 شهداء وعشرات الجرحى، فضلا عن قتل إسرائيل ما يزيد على 60 شهيدا في منطقة وسط قطاع غزة جراء استهداف منازل للمدنيين في النصيرات ودير البلح والمغازي، فضلا عن استهداف خان يونس جنوب القطاع أيضا عدد من المنازل المأهولة بالسكان والنازحين استهدفت وارتقى فيها أعداد مماثلة من الشهداء والجرحى. إذن يمكن القول بعد دخول العدوان شهره الثالث أن إسرائيل تركز على استهداف المدنيين وتريد أن ترفع فاتورة الدماء أكثر، وهذا هو ما نلاحظه بعد فشل الجيش الإسرائيلي في تحقيق أهدافه الميدانية على الأرض. هذا من جانب. من جانب آخر كنت أود أن أتحدث في الشؤون الإنسانية، لكن المعلومات تتحدث من جنوب القطاع عن مصادر ميدانية تتحدث عن استهداف قوة خاصة في شرق خان يونس وتحديدا منطقة القرارة بقذائف مضادة للأفراد ووقوع قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي. هذا ليس المحور الوحيد الذي تشتعل فيه الأحداث الآن وتشتعل فيه الاشتباكات بين المقاومة والجيش الإسرائيلي، بل إن مصادر ميدانية أفادتنا من شمال القطاع بهبوط طائرة مروحية صهيونية في منطقة شمال غزة لنقل ربما قتلى أو جرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي بعد أن تتمكنت المقاومة من استهداف عدد من الآليات وتمركزات للجنود الإسرائيليين في منازل في مناطق شمال القطاع في المناطق التي توغلت منها. وربما هذا الذي يجري اليوم هو
وأبلغ رد على جريمة إسرائيل في منطقة أو ما جرى في منطقة الفالوجة، حينما ظنت أنها يمكن أن تحقق صورة النصر عندما دفعت أو اعتقلت المئات من المواطنين ودفعتهم إلى أن يخلعوا ملابسهم وخرجوا معصوبي العينين مقيدي اليدين، ألقت بهم على شاطئ البحر لساعات في البرد القارس، ثم اعتقلت عددا منهم واقتادت عددا منهم للتحقيق وأطلقت سراح عدد آخر، لكن بعد تحقيق امتد لساعات واعتداءات جسدية على هؤلاء. بل قامت إسرائيل من شدة غضبها ومن شدة حنقها بإحراق أعداد من المنازل في مشروع في منطقة مشروع بيت لاهيا. إذن لا يمكن القول بأن إسرائيل نجحت في تحقيق أهدافها، حتى المحاولة الوحيدة لإنقاذ رهينة أو عفوا أسير إسرائيلي جندي في غزة فشلت، ولم تستطع إسرائيل حتى أن تأخذ معها هذا الجندي كصورة نصر تتباهى فيها أمام الرأي العام الإسرائيلي، أمام الرأي العام الإسرائيلي، ويسوق على أنه إنجاز واحد، بل منيت القوة كما قالت كتائب القسام بخسائر جسيمة كما عرض وتابعنا في الفيديو. إذن محاور القتال تتمدد وتشتعل، ولا سيما أيضا في الشجاعية التي قال الجيش الإسرائيلي أنه يواجه فيها مقاومة عنيفة منذ اليوم طبعا الأول عبر استهداف الآليات بقذائف التاندم بقذائف الياسين 105، مفاجأة هذا العدوان لأرتال الآليات الإسرائيلية التي توغلت في معظم المحاور في الشمال الغربي والشمال الشرقي في منطقة الفالوجة. الآن تجري اشتباكات عنيفة، إسرائيل تحاول دخول جباليا بكل يعني ما نعم. استطاعت، لكن هذا المخيم كما تمنع سابقا خلال فترات المقاومة مع إسرائيل يتمنع اليوم قذائف التاندم يسمع صداها في منطقة الفالوجة دينا، وكذلك أيضا مناطق أخرى من القطاع. طيب ستبقى معنا أحمد وأيضا نستعرض تفاصيل أكثر في الشمال والتطورات هناك وتصدي المقاومة البطولي لقوات الاحتلال من زميل محمود عوضية مراسلنا من شمال قطاع غزة. محمود. نعم بالتأكيد الاحتلال الإسرائيلي لا زال يشن غاراته في مناطق شمال قطاع غزة حتى هذه اللحظات. قبل قليل استهدف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة منازل في محيط مدرسة خليفة شمال قطاع غزة والواقعة تحديدا في منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. هذه المدرسة التي نستطيع القول بأنها محاصرة منذ قرابة 7 أيام، وحتى هذه اللحظة يمنع أي أحد من الدخول أو الخروج من تلك المدرسة عدا عن إطلاق الاحتلال الإسرائيلي المستمر للقذائف الدخانية الحارقة باتجاه هذه المدرسة وأيضا مدارس التابعة لوكالة غاوث وتشغيل اللاجئين في كافة مناطق شمال قطاع غزة، لا سيما أن الاحتلال الإسرائيلي حتى هذه اللحظات يطلق قذائفه الدخانية باتجاه مراكز الإيواء التابعة لوكالة غاوث وتشغيل اللاجئين، والتي يوجد بداخلها آلاف المواطنين الذين نزحوا من كافة مناطق شمال قطاع غزة وتمركزوا في معسكر جباليا في شمال قطاع غزة. على صعيد المقاومة، ما زالت المقاومة الفلسطينية تستبسل في ردها على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في كافة مناطق التوغل في شمال قطاع غزة والمناورات البرية التي يقوم الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذها في كافة مناطق شمال قطاع غزة، لا سيما منطقة الشيخ زايد ومنطقة مربع الرباط ومحيط المستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة، أيضا محور منطقة الفالوجة والمناورات التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ما بين منطقة صافي على دوار الشهداء في منطقة الفالوجة مرورا بمستشفى اليمن السعيد في معسكر جباليا شمال قطاع غزة، أيضا منطقة مشروع بيت لاهيا أيضا الاحتلال الإسرائيلي يناور فيها من خلال آلياته ومن خلال أيضا جباته العسكرية، حيث وصل خلال الأمس إلى عمق منطقة مشروع بيت لاهيا واعتقل عدد كبير من الشبان في تلك المنطقة. لا. وأيضا أوعز للنساء بالتوجه إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان الذي هو أيضا منذ أيام طويلة يقع تحت حصار الاحتلال الإسرائيلي، يمنع أي أحد من الدخول أو الخروج وسط وضع مأساوي لعشرات بل مئات المرضى والنازحين والجرحى الذين ما زالوا في داخل هذه المستشفى. الحديث أيضا عن مستشفى العودة في شمال قطاع غزة هو محاصر أيضا من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حتى هذه اللحظات تمنع الطواقم الطبية من الوصول أو حتى الخروج
من داخل المستشفى العودة في شمال قطاع غزة، فبالتالي لم يتبقى في شمال قطاع غزة إلا نقطة طبية واحدة وهي التابعة لوكالة غوث أو موجودة في داخل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، يشغلها بعض المتطوعين التابعين للهلال الأحمر وسط إمكانيات معدومة وضئيلة يتم التعامل فيها مع المرضى أو مع الجرحى في تلك المناطق. فبالتالي هنا وضع مأساوي، هنا وضع كارثي في شمال قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي بشكل مستمر يتعمد إطلاق قذائف كما قلت، ويتعمد أيضا قمص الشبان في تلك المناطق، عدا عن استهدافه لعديد من المنازل السكنية الموجودة في عمق مناطق شمال قطاع غزة. شكرا جزيلا لك الزميل محمود عوضية، حتى هذه الساعة بالتأكيد سنعود إليك لمعرفة المزيد من التطورات، كما نشكر الزميل أحمد غانم، وبالتأكيد سنعود للزميل أحمد غانم فور وجود أي تطورات جديدة في القطاع. نرحب بضيفتنا هنا في الاستوديو السيدة والأستاذة بشرى الخليل، المحامية والناشطة السياسية. نرحب بحضرتك. أهلا فيك أستاذة بشرى. سنذهب إلى هذا التقرير ونعقب ما بعد هذا التقرير على الموقف كناشطة سياسية وكقانونية في مخصم الذي حدث بالأمس في مجلس الأمن. إذا أسقطت الولايات المتحدة الجمعة مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق نار إنساني فوري بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة باستخدامها حق النقض، وذلك خلال تصويت في مجلس الأمن الدولي. وصوتت 13 من الدول 15 الأعضاء في المجلس لمصلحة مشروع القرار الذي طرحته الإمارات العربية المتحدة مقابل معارضة الولايات المتحدة وامتناع المملكة المتحدة عن التصويت. نزار عبود والتفاصيل. غزة تعيش كابوسا إنسانيا كما وصفها الأمين العام للأمم المتحدة الذي استخدم المادة 99 من ميثاق المنظمة الدولية لدعوة مجلس الأمن الدولي لوقف القتال وحصر نيرانه إقليميا. هناك خطر انهيار المنظومة الإنسانية في غزة، ما يسبب عواقب مدمرة. نتوقع حدوث انهيار تام في النظام العام في غزة مع زيادة الضغوط للترحيل نحو مصر، وأخشى أن تكون العواقب هدامة بالنسبة لأمن المنطقة بأسرها. وإذا كانت الدول الغربية تشترط إطلاق سراح المحتجزين أولا، فإن مندوب فلسطين ذكرهم بأن الفلسطينيين هم الرهائن الفعليون. هنالك رهائن يحتجزون كوسيلة لإرهاب شعبنا والضغط عليه، الآلاف من النساء والأطفال من كل الأعمار، ومن ضمنهم الذين اختطفوا مؤخرا ممن يذلون ويتم استعراضهم في الشوارع. روسيا التي قدمت مع الإمارات مشروع قرار يدعو لوقف القتال رفضت أي مخطط للتهجير. وتستنكر روسيا بالقطع أي عمل قد يؤدي إلى سقوط ضحايا من المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال، كما لا نقبل أي مخططات لتهجير القسري لسكان غزة إلى الجنوب، وهو عبارة عن النقبة الجديدة. ورغم طغيان المواقف الدولية الرافضة لاستمرار القتال والقلق على حياة الفلسطينيين والسلام، تمسكت واشنطن برفض الدعوة لوقف إطلاق النار. الولايات المتحدة تدعم سلاما معمرا يعيش فيه الإسرائيليون والفلسطينيون بسلام وأمان، لا تدعم الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار. وبعد شهرين من الإبادة والتدمير لا تزال الولايات المتحدة تمد المعتدي الإسرائيلي بالدعم السياسي في الأمم المتحدة وخارجها، وتزوده بعشرات آلاف الأطنان من الأسلحة والذخائر الفتاكة. نزار عبود، الأمم المتحدة، نيويورك، الميادين. إذن أستاذة بشرى، استمعنا إلى هذا التقرير وما حدث بالأمس في مجلس الأمن، وبالتالي كناشطة سياسية بداية، كيف نوصف ما جرى بالأمس في مجلس الأمن وهذا الموقف الغير مستغرب طبعا للولايات المتحدة الأمريكية وللمملكة المتحدة؟ أنا ما تفاجأت، لأنه هي المعركة معركة أمريكا بالأساس بالفعل. يعني قصة الممرات والصراع على الممرات هذه حرب نتائجها عالمية، وهذه عم بتحدد مسار العالم هلأ للسنين اللي جاي. الصراع كله بغزة علشان هيدا الموضوع، حتى يعني الحروب اللي قطعت بالمنطقة سواء بسوريا أو بغيرها أو إزاحة صدام أو كلها تمهيد للسيطرة على
الطرق اللي بده يمرق فيها الغاز ويوصل على أوروبا، حتى تبطل روسيا هي المستفيد الأول من تصدير الغاز إلى أوروبا. بالأساس هيدي الأزمة كلها تبع المنطقة، إزاحة صدام، قتله كلها كانت هيدا الهدف. هلأ صارت يعني صار العنوان حاضر على الطاولة، قصة الغزة الممر الرئيسي، وغزة غير غناها هي بالغاز، هي عقدة طرق، عقدة مواصلات. يعني الممر الهندي اللي كانوا مجتمعين قبل بشهر عليه بيقطع بغزة، بيقطع من البحر، وطبعا نحن غازنا كله بالطريق هيدا. لما بتسيطر إسرائيل على الغاز بصير هي اللاعب الأساسي، يعني الغرب أو أمريكا إذا بدك بسوق الغاز العالمي هن المقرر الرئيسي فيها. كان عندهم مشكلة إنه تغيير الأنظمة، إجوا يغيروا النظام بسوريا عشان طريق الغاز يكون كله بأنظمة موالية للغرب، ما زبطت معهم بسوريا. لو يسيطروا على غزة وينجحوا بهيدي الحرب مثل ما كانوا معتقدين إنه بالأيام الأولى، يمكن حاسبين أسبوع أو أسبوعين، هن بدهم غزة فاضية كليا. أضف إنه أصلا مشروع الترانسفير بالأساس هدف إسرائيلي، يعني فلسطينية 48 فلسطينية الضفة كله بدها دولة خالية كليا من العرب مسيحيين ومسلمين، ما في إلا بده يكون العنصر اليهودي عندهم. هلأ هيدي الأساس الحرب، طبيعي الرئيس المعني فيها هو الولايات المتحدة، بس مثل العادة الولايات المتحدة بتحارب بغيرها، ما بتحارب. عفوا أستاذة بشرى، غارة قوية الآن أيضا على قطاع غزة للأسف، يعني استمرار هذه الغارات وهذا العدوان على وقع جلسات مجلس الأمن. ما بتملك غيرها إسرائيل، قصة الغارات، هلأ شو مالكة هي؟ شو قادرة تعمل غير الغارات؟ عم تفشل على الأرض، عم تفشل بالدخول إلى أي منطقة بهيدا، فورا عم تتواجه هي تفشل في التثبيت أيضا، تثبيت اي نقاط ما قدرت كانت تفوت حلق. كان يعتبر مثل فخ لها عودة ترجع تتراجع. موقف الولايات المتحدة كثير طبيعي، انا بالاساس مش مراهنة، كانت وعارفة انها بتستعمل حق الفيتو. اضف انه حتى بدي احسب بده يمرق هذا اللقاء، انه اطلاق السراح كل الاسرى الاسرائيليين بفلسطين. اصلا شيء هيدا مش ممكن تنازل عنه يعني المقاومة الفلسطينية هيدا الأمر، لأنه هي ورقة كتير مهمة بإيدها وما مضطرة، لأنه هي إذا بدها تطلق سراحهم لهول بدها سراح كل الفلسطينيين اللي بالسجون الإسرائيلية يطلق سراحهم، اللي بيقوا طيبين لأنه عم يموتوا منهم هلا الإسرائيليين. هلا الأمريكي لما بده يعطل بده يعطي فرصة لإسرائيل تكمل حربها على أساس ممكن تحقق إنجاز ما. في كتير مراهنين إنه الضغط الشعبي اللي ممكن يصير، حجم المجازر اللي عم بيصير، ممكن يضغط على المقاومة الفلسطينية. كنا نقول حماس بالأول، بس اليوم طبعا كل الفصائل منخرطة وفي وحدة صف بيناتهم، يعني وفي وحدة قرار، في رأس هرم بيحرك الكل. فممكن تحت ضغط المجازر أنه تقدم تنازلات المقاومة الفلسطينية. هذا مش رح يحصل، المقاومة الفلسطينية ما المحظور وقع، واللي قتل قتل، والمجازر صارت. هلا زيادة العدد طبعا شيء بيوجعنا وبيضايقنا، بس بنفس الوقت انت اليوم قدام دول اسفرت عن وجه. يعني امبارح لما حطوا الناس عورات شيك ما عملتها امريكا قبل بابو غريب، امريكا عرتهم بالكامل كمان، وامريكا اغتصبت الرجال بابو غريب مش بس، يعني عم وفلتت الكلاب عليهم كمان. اللي عم تعمله اسرائيل هي الثقافه ذاتها، هيدا الغرب هو هيك. يعني لما بيجي الفرنسي تبع المخابرات الفرنسيه اللي اجى لعنا على بيروت من كم يوم، قال شو بدكم من اسرائيل تعمل لما بدهم حماس تقتل 1400؟ طبعا مش هي اللي قتلت 1400، لأنه الطيران الإسرائيلي لما طلع واستعمل قانون هانيبال، شو اسمه نتنياهو، عارف أنه في إسرائيليين في يهود هون، ومع ذلك وعم بيعيدوا عيدهم الغفران الرئيسي هيدا، نزل بالطيران عليهم، وبالتحقيقات انكشفت يعني معش مخبى. فمش حماس المسؤولة عن هيدا الموضوع، وحماس فاتت بهدف محدد ما له علاقة بتصفية الناس، أخذت أسرى صار اللي صار بكلها. فهن بحجة هاي بقلنا، بيقول للفريق اللبناني هون رئيس المخابرات الفرنسية أنه شو بدكم من إسرائيل تعمل؟ طبيعي هيك، نحن لما بده يروح، لو بده يروح ل 1400 يعني، او راح 16000 مش كثير، من فوق ال 20000 مش يعني كثير، لا يعتبر الرقم مش كثير هيدا. وبعدين عند الغضب يعني معليش،
يعني أنت يا تبعون الثورة الفرنسية، تبعون شعارات الحرية اللي صدرتوها للعالم واللي أكلن راسنا فيها، لكم 100 سنة عم بتحاربونا أنظمتنا، نحن ديكتاتوريين وأنتم حريات عامة وحقوق إنسان وإلى آخره. أنت عم بتبرر قتل المدنيين اللي مخالف لاتفاقية جنيف، ما أنتم اللي حطيتوا الاتفاقيات. اتفاقيات الجنيف الرابعة ممنوع، الترانسفير ممنوع، ضرب المدنيين ممنوع، ضرب المستشفيات من أيمتى بيصير؟ أنت هيدا مسؤول فرنسي كبير بيجي عم بيبرر، يعني أسفر الغرب عن وجهه المجرم، يعني رجع ذكرنا بالمليون ضحية اللي راحت لهمجيتهم بالجزائر، وتذكرنا بريطانيا، وتذكرنا أمريكا بأبو غريب بالأمس، يعني أبو غريب قديش إلى أبو غريب. فاللي عملوه خاصة امبارح منظر هن معريينهم، هن مش معريين أنه قصة برد وما برد، لا هن عم بيهينوهم، لأنه بيعرفوا أكبر إهانة للرجل العربي هي هيدا الموضوع، الموضوع الجسدي يعني. فهي إهانة وإذلال لا 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 إلون. هلا أنا بصراحة يعني الغرب ما عم بتفاجأ فيه، الغرب هيك عنصري ووحش وديناصور وفلتانين على العالم وما بيشبعوا، بدهم ثروات العالم كلها، لو بدهم يقتلوا نص الدنيا كرمال يسيطروا على الثروات، بس أنا بتفاجأ بالموقف العربي. طيب سنتحدث يعني أكثر عن الموقف العربي بعد قليل، لكن أمام هذا المشهد اليوم من قبل الأنظمة والحكومات هو مشهد غير مستجد، ونظام يعني الأنظمة الغربية تكرر نفسها بأمكنة وبأزمنة مختلفة. إلى أي مدى أو إلى أي وقت تستطيع اليوم الولايات المتحدة الأمريكية أن تستكمل في هذا الدعم والضوء الأخضر المفتوح بشكل كلي لإسرائيل بتنفيذ مجازرها والإبادة الجماعية في غزة؟ هلأ هو قال بايدن أنه لآخر الشهر، عم بيقول هيك، نفكر أنه ممكن نتقدم، يعني تتقدم خطوات لقدام وتحقق إنجاز ما. امبارح بشغلة صغيرة تحرير أسير فشلوا فيها وسببوا قتله للأسير، وكمان قتل أسرى تانيين بأماكن اللي قصفتها هي. هلأ شو اللي ممكن يصير؟ ما بعتقد حيصير تقدم للإسرائيلية بهول العشرين يوم اللي باقيين، إضافة أنه يتوقعوا تنازل من المقاومة الفلسطينية عم يحلموا، مش ممكن المقاومة الفلسطينية تقدم أي تنازل، خصوصا بعد العدد الكبير من الشهداء، يعني التكلفة الكبيرة، دم الشهداء ما بيقبل هيدا الناس. يعني مثل ما قال له كليب لخيه، قال له لا تصالح، لا تصالح ولو ملأوا فمك ذهبا، يعني القصيدة الشهيرة المعروفة وهي وصيته الحقيقية مكتوبة، يعني لما بتموت كل هاي العالم بدك تصالح على دم هاي الناس. ما هيدي استشهدت الناس وبقيت تحيي المقاومة وبقيت مع المقاومة، لا رفعت راية بيضا الناس لما اندهروا بالآلاف من الشمال رايحين على الجنوب، ما شفتش راية بيضا مرفوعة، ظاهر الناس وروسها مرفوعة، وكل من قال مقاومة فلسطينية أو حماس تلاقي الناس مؤيدة، ولا كلمة حتى أطفال صغار. يعني أنت تطلعي فيهم، حتى نتنياهو صدموا مشهد الأطفال لما كان عامل مؤتمر صحفي وهو هول الاثنين التانيين القيادة الإسرائيلية، قال لهم شفتوا أطفالهم؟ قال لهم للصحفيين شفتوا أطفالهم؟ هيدا المشهد كان لازم نحط على كل وسائل الإعلام العربية ليفرجي أنه نفس القصة اللي صارت مع السيد المسيح عم تكرر هلأ، واللي صارت مع موسى عم تكرر هلأ، قتل الأطفال يعني بيعتبروا هدف رئيسي استراتيجي لإنهم كمان. بكل الأحوال أنا برأيي هيدي عملية الإبادة كاستراتيجية عندهم لتحصيل مكاسب ما فشلت، بس حققت لنا وللقضية الفلسطينية. إذا بدك تحكي ما بين إيجابي وسلبي، طبعا دم كتير غالي، دم الناس اللي راح كتير مش شوي، بس حققت مكاسب كتير كبيرة. أول شيء القضية فلسطين صارت رقم واحد بالعالم، هلأ مش عنا نحن كعرب، عند الكل، العرب حتى كانوا ناسين، هلأ خلاص العالم كله اليوم رافع علم فلسطين وكلمة فلسطين. في شيء تاني تحقق، انه قديش قلنا 75 سنة عم نتقاتل نحن وإسرائيل، نجرب نقنع الغرب انه هاي أرض للفلسطينيين وأخرجوهم الإسرائيل الصهاينة منها، مش مقتنع الغرب، هلأ الغرب كله مقتنع بالفعل، الناس بالملايين بالشوارع عم بتقول انه هاي فلسطين للفلسطينيين، تغير السردية بالفعل لدى هذه ثالث نقطة ومكسب كتير كبير، لأن قبل مليون شهيد بالجزائر ما شافهم الأعلام ولا شعناهم نحن ولا العالم شايفهم، مجازر أمريكا بالكاد أبو غريب، طبعا ما في كاميرات ما في شيء، كان في شوية صور تسربت منهم من الأمريكان، شوية صور، ولكن اليوم كله عم يحصل على مرأة ومسمع من شعوب العالم كلها. ما عاد حدا، لا إسرائيل تقدر تقول محارق هتلر،
هلأ إذا منحط على الطاولة نحن منحط محارق هتلر شو عملوا باليهود مش هيك، وعدد الضحايا، ومحارق نتنياهو وإسرائيل وشو عملت هلأ بغزة، بتطلع هيدي قد اللي عملوا هتلر على 100 مرة. هتلر ما عمل حتى بدي حسب كله صح، يعني اللي بيقولوه هن وارقامهم والداتا تبعهم بدي احسبها كلها صح واني اكبر كذابين، بس بدي احسب صح، ما بتطلع جزء من اللي هن صاروا عاملينه، فما بقى فيهم يقنعوا حدا، حتى اليهودي عم بيقول لهم اي محارق اللي عم تحكونا بالفعل فيه. والحديث عن مظلوميه اليهودي دائما وهذه السرديه التي يعني ما يحاسب او تحاسب الكره الارضيه على اساسها، سنعود الى هذه النقطه سيده بشرى، لكن قبل ان نذهب الى زميل محمد الساحلي مراسلنا من جنوب لبنان، محمد التفاصيل لديك وتطورات الميدان هذه الجبهه الجنوبيه الشماليه مع فلسطين المحتله. نعم دينا، حتى الساعه فقط حكي عن جهاز إنذار سمع في مستوطنة مسكف عام، إلا أنه لم يظهر أو لم نرصد على الأقل أي شيء من الجهة اللبنانية أو أي استهداف لأحد المواقع العسكرية، ولكن قبل حوالي دقيقتين إلى 3 دقائق من الآن يبدو أن موقع عسكري إسرائيلي في القطاع الغربي قد استهدف، ولكن بسبب الطقس السيء لم أستطع أن أحدد بالضبط ما هو هذا الموقع الإسرائيلي المستهدف، ولكن بطبيعة الأحوال خلال الوقت القادم بالتأكيد سنحدد ما هو هذا الموقع وما هو الاستهداف الذي حصل. هذا على صعيد الاستهدافات من لبنان إلى المواقع الإسرائيلية، أما بشكل عام كان هناك اعتداءات إسرائيلية بشكل متقطع في بعض القرى والبلدات إن كان بالقصف المدفعي، ويعود ذلك دينا إلى أن الإسرائيلي حتى لو لم يرصد تحركات، ولكن في ظل الجو يعني في ظل الجو العاصف والطقس السيء والرؤية المعدومة خاصة للطيران المسير، يلجأ أحيانا الطيران المدفعية الإسرائيلية إلى القصف الاحترازي في بعض الأودية وأيضا في بعض أو في أطراف عدد من البلدات. بالأمس كان صاخبا بعمليات المقاومة وبالوتيرة نفسها التي عادت إليها هذه العمليات، لا سيما مع دخولنا في فترة 10 أيام منذ استئناف المعارك إن كان في غزة أو حتى على جبهة لبنان، ولكن من الواضح وخاصة في الأيام الثلاث الأخيرة أن وتيرة العمليات بالنوعية الاستهدافات هي متصاعدة لدى المقاومة، وخاصة ما حصل بالأمس من استهداف لكل من سكنة السكنة العسكرية في مستوطنة ميتات، بالإضافة إلى استهداف موقع الراهب الذي استهدف بصواريخ ثقيلة، وأيضا أظهر ذلك الفيديو الذي نشره الإعلام الحربي لسكنة ميتات كيف أن تدمر أجزاء من هذه السكنة، وبالتالي هناك تصعيد على الأقل بالحجم الكتلة النارية بشكل واضح في هذا الأسبوع، وأيضا يبدو ذلك واضحا من ردة فعل الإسرائيلية على البلدات، حيث هناك استهدافات لمنازل داخل البلدات على الأقل في اليومين الأخيرين، بالإضافة إلى ما حصل اليوم فجرا في بلدة عيت الشعب حيث تم استهداف على الأقل حوالي 3 إلى 4 منازل داخل البلدة. بطبيعة الأحوال نحن نرصد ونترقب ماذا سيحصل على هذه الجبهة، ولكن حتى الساعة وفي 10 أيام الأخيرة نستطيع أن باستنتاج سريع أن المقاومة تحافظ على وتيرة هذه الجبهة، تحافظ على دور هذه الجبهة إن كان بالإسناد لمعركة غزة أو حتى بردع وسلوك العدو الإسرائيلي باتجاه لبنان. شكرا جزيلا لك حتى الساعة زميل محمد الساحلي مراسلنا من جنوب لبنان. الجبهة اللبنانية سيدة بشرى كيف نستطيع أن نوصفها؟ أيضا التصعيد بالمواقف من قبل الإسرائيلي بالمواقف من قبل المسؤولين العسكريين الإسرائيليين تجاه لبنان والتحذيرات والتهديدات بالتدمير وما إلى ذلك، كيف أيضا نستطيع أن نتعاطى معها أمام هذا المشهد الذي يعانيه الاحتلال في قطاع غزة؟ شوفي هلأ هي لما دمرت غزة ما هددت قبل، لما عم بتهدد دليل انه بعدنا بمرحله الحرب الكلاميه. يعني هلا قديش قادره
ما بعتقد يعني الأمور مختلفة، لأنه نحن الأهداف الاستراتيجية عندها يعني سواء حيفا وما بعد حيفا وما بعد بعد حيفا وديمونة وكل هيدي على مطال صواريخ لبنان ودفاعاتنا. هلأ هي بتعرف هذا الشيء، بتعرف أنه نحن موقعنا بالخريطة المنطقة موقع كتير استراتيجي، جبل عامل أو الجنوب إذا بدك. ليش؟ لأنه المنطقة الحيوية والأكثر كثافة سكانية لإسرائيل عنا حدنا، يعني من طالة بإيدنا هيك. فبتعرف أنه تهديدنا مش مثل تهديد الغير، يعني تهديدنا مسألة كتير دقيقة وكتير خطيرة وكتير صعبة عليها، لأنه ما بتقدر هي تنفذ هاي التهديدات. ساعة بيقول لك عملوا جدار صوت، دمروا لهم إزازهم كلهم هلا ليبردوا. شوفي قديش متوحشين بالحروب. في إلى آداب الحروب وإلى قوانين. ما في حرب فلتاني بلا قانون بالعالم كله ولا بتصير. هني فلتانين من كل قيود، صايرين مثل الولد المجلوق اللي معودينه أهله يلعب ويكسر ويعمل اللي بده إياه وما حدا بيطاله. ما عارفين إنه هني أول شيء مفروض إنه هني ما عادوا هيك، إنه مش هالولد المجلوق. بعدين ما أنتوا اليوم على مرأة ومسمع وسائل الإعلام العالمية كلها، صح بتملكها الصهيونية العالمية، ولكن اليوم في وسيلة أهم بكثير هي التليفون. وسائل اليوم التواصل. وسائل التواصل، بعدين مين اللي عم بيشوف وسائل التواصل؟ شباب. ايه تلفزيون ما بيشوفوا، بيشوفوا وسائل التواصل. فاليوم انكشفت الامور كلها عند جيل كان مغشوش باسرائيل وشافها بوجه الحقيقي ومش متعود هو يسمع هيدا. هو على اساس هي ديمقراطيه وحضاريه وعصريه ونحن المتوحشين. ونفس الشيء بالنسبه لامريكا ولاوروبا، انه هن الحضاره وهن الاخلاق والانسانيه وحقوق الانسان ونحن المتوحشين. فالصوره صارت واضحه عند كل هيدا الاجيال. لكن هناك سؤال اساسي، عفوا سيده بشرى مطروح، اليوم مستقبل هذه السرديه ومستقبل هذه الشعارات اليوم ما بعد هذا العدوان على غزه، شعارات الحضاره والانسانيه والحريه والعداله وما الى ذلك التي ترفعها دول الغرب، مستقبل القانون الدولي الذي يعنى واتفاقيات جنيف، اتفاقيات التي تعنى بالحروب والاتفاقيات التي تعنى وايضا المنظمات التي تعنى بحقوق الانسان على اختلافها، اليوم سؤال مطروح كبير حولها ومستقبلها ما بعد هذه الحرب. شوفي انا بوجهه نظري لو خلصت هلا عند هون نحن المنتصرين، ولو خلصت بتسويه نحن المنتصرين، ولو كانت التسويه انه قصه تبادل الاسرى، يعني انه الرهائن العرب اللي عندهم، وهذا هو الانتصار الاساسي لانه هذا مطلب المقاومه بالاساس. بكل الاحوال انا برايي نحن المنتصرين، حتى لو قدرت تحقق مكسب عسكري بمكان ما، هي اليوم مفتوحه الجبهات كلها بقطاع غزه، كلها 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 مفتوحه. بدي احسب بمكان ما من قدرت تحقق مكسب عسكري، برضه نحن المنتصرين. لسبب مثل ما قلنا، اول شيء كشف وجه المتوحش المجرم، بينت سنان دراكولا، يعني هذا الرجال الاليغان المحترم الشخصيه، طلعوا سنانه وشفناه وعرفنا انه مصاص دم متوحش للعالم كله. هي غير هيك، اليوم ما عاد فيهم للمستقبل ينظروا بحقوق الانسان او بشيء، ما عاد فيهم يطالبوا اي بلد بالعالم الثالث او بلد عربي يقولوا له انت ديكتاتوري. بايدن بكل وقاحه بيقول له لرئيس الصين انت ديكتاتوري وهو ضيفه. شوفي كيف رجعوا قراصنه ورجعوا لصوص، يعني انه انت ضيف عندك بتقول له لدوله عظمى وانت عم بتبس لها ايدها قفا ووج لتهدي اللعب معك، بتقول له انت ديكتاتوري. شاهد هلا هي الكلمة عادش يقدر يقولوها لحدا، لا امريكا بتقدر تقولها ولا فرنسا وبريطانيا بيقدروا يقولوها والمانيا طبعا معهم، ولا اسرائيل بعد تسترجي تحكي. وايضا يعني هذه الدول لا تستطيع محاكمة الحكومات او بعض الانظمة على يعني شكل نظامها او شكل تعاطيها مع مواطنيها. لا ما هي شو عملت فينا؟ هي لما انهجمت على الصومال، لما انهجمت على العراق، لما انضربت ليبيا، عملت كل، لما انهجمت على سوريا، كل هي عملتها تحت شعار ديمقراطية وانه هيدي أنظمة ديكتاتورية. ما بقى فيها تحكي هيك للمستقبل قدام مين؟ مين بدها تقنع بهيدا المنطقة؟ شعوبها مش قادرة تقنع. أمريكا هلا بتقدر تقنع الشعب الأمريكي بهي الشعارات؟ حتى الشعارات التي رفعتها في المحافل الدولية سقطت. سنذهب إلى هذا التقرير أيضا بما يعنى بالعلاقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ومستقبل هذا هذه الحرب، ونعود إلى هذا النقاش. سيدة بشرى، الحديث عن ظهور تعارض بين واشنطن وتل أبيب بشأن أولويات الحرب على غزة تزامن وتحذيرات خبراء ومعلقين إسرائيليين من عواقب تجاهل تل أبيب لاعتبارات ومصالح واشنطن
وجدولها الزمني للحرب. هذا التقرير لهاني فحص. الترحيب الإسرائيلي بالفيتو الأمريكي على مشروع قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أتى على وقع تحذيرات خبراء ومعلقين إسرائيليين من عواقب تجاهل المصالح الأمريكية ودعوات إلى مراعاة الجدول الزمني الأمريكي نظراً لحاجة إسرائيل إلى الولايات المتحدة لا سيما في مجال شرعية استمرار الحرب. الضغط الأمريكي يعمل وإسرائيل وافقت على إدخال مساعدات. المستويان السياسي والعسكري يقولان إننا بحاجة للشرعية الدولية، ولذلك نحن ملزمون بالموافقة على إدخال مساعدات إنسانية إلى غزة من أجل الحصول على مجال الشرعية هذا من الأمريكيين. وفي ضوء التعارض بين ما يحكى عن مهلة أمريكية لإسرائيل وبين فشل إسرائيل في تحقيق أهداف الحرب المعلنة، دعا خبراء ومعلقون إلى مراعاة المطلب الأمريكي بشأن اليوم التالي للحرب. يجب الحديث عن اليوم التالي لأن أحدا ما يجب أن يتولى المسؤولية في غزة، وهذا الأحد لا يمكن أن يكون إسرائيل، لذا يجب السير مع النصائح الأمريكية في هذا المجال. وفيما رأى معلقون أن واشنطن التي تريد حماية إسرائيل من نفسها أولاً، فقد دعوا إلى الإسراع في إنهاء الحرب قبل نفاذ ساعة الرمل الأمريكية، وأشار آخرون إلى أن الإدارة الأمريكية انتقلت إلى اعتماد سياسة العصا والجزرة مع إسرائيل، فمن جهة تغدق عليها الدعم السياسي والعسكري، ومن جهة ثانية تضع لها موعداً لنهاية الحرب وتطالبها بالتخطيط لليوم التالي لها. سيدة بشرى، هل هناك إمكانية للحديث عن تعارض ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل فعلاً؟ لا، هلا في خلاف بالتفاصيل بس وبالأسلوب اللي بده ينهي فيه الأمور. الولايات المتحدة مثل ما قلنا قبل شوي إسرائيل عم تخوض الحرب عنها، هيدي الحرب لإلها ونتائجها لإلها وللغرب يعني. بس إنه الأمريكا لأنه صارت مضغوطة هي بالرأي العام عندها، وصار في يعني الصوت الاحتجاجات صارت كتير عالية حتى من دول وأنظمة رسمية يعني، فما بقى فيها تتحمل بعد وقت أكتر. إذا بدها تتجاوز بعد وتوصل لشهرين وثلاثة وأربعة، من بيضمن النتائج بعد؟ ما حدا بيضمن. أنا بقناعتي إسرائيل بلش العد العكسي لكيانها، يعني كيف ما قلبت النتائج مهما اختصرت النتائج الإيجابية بلش العد العكسي. إسرائيل عم بتصارع هلأ، يعني مثل اللي عنده سرطان اقتنع أنه عنده سرطان بس عم بيحاول يطول مدة حياته أكتر شيء ممكن، يعني عم بيقاوم بهالطريقة، وعشان هيك بتلاقيها مستميتة لتحقيق شيء ما إسرائيل، وعم تنتهك كل القوانين، وعارفة صورتها صارت سيئة عند العالم، وعارفين وخاصة هلا بكتر بيقولوا نتنياهو عشان مستقبله. هاي بتصيرش بإسرائيل عشان شيء شخصي يفوتوا بقضايا بتشكل خطر على الدولة عندهم، لا، هو عم بيصارع لأنه من أجل الدولة تستمر بحسب مفهومه هو يعني. ولكن حجم الأعمال اللي عم يعملوها والانتهاكات اللي عم يعملوها وضرب القوانين الدولية والمنظمات الدولية كلها عرض الحائط، هيدي بداية النهاية لإلهم. هلأ عم نسمع أنه ضربوا إسعاف بالفعل، هذا يعني صار جزء من سلوكهم كل هاي الفترة. لما ضربوا مستشفيات، لما راعوا مستشفى الشفاء قاموا المرضى، مش هيك نبشوا الأمور وأخذوا الجثث، ويمكن عم بيقولوا أخذوا الأعضاء البشرية لإلها، قتلوا أطباء، قدي صار في كم طبيب فوق 100 طبيب بعتقد، طبيب ومسعف وممرض، عدد كتير كبير بالفعل. الناس اللي قتلت بالمستشفيات، المرضى، البيبيات اللي خلقانين خدش تحللت على الأسرة، يعني أنه يعني خلص يعني تخطي لكل المعارك، لا تخطط كل شيء إسرائيل. ليش؟ لأنه بتعتبر حالها هلأ صراع البقاء، ما ممكن تعمل هالأشياء لو ما حاسة إنها بحالة صراع البقاء. طيب، ألا يسأل نفسه اليوم الغرب خصوصا الراعين والداعمين والمؤثرين ببقاء هذا الكيان في المنطقة لما تؤديه من دور وظيفي بالنسبة إليهم في المنطقة؟ هناك ثكنة عسكرية وكقاعدة عسكرية متقدمة بالنسبة إليهم، ألا يسأل نفسه أو أليس أمام السؤال الكبير بما جدوى بقاء هذا الكيان اليوم إذا كان لا يستطيع أن يحقق
وأيضا في بخصوص المصطلحات، يعني كنا نتحدث عن إسرائيل تريد تحقيق إنجاز استراتيجي أو نصر استراتيجي في غزة، اليوم بتنا فقط نتحدث، إسرائيل تتحدث عن تحقيق إنجاز عسكري. يعني إلى هذا المستوى وصل الموضوع بإسرائيل بعد أكثر من شهرين على بدء هذه الحرب المدمرة على قطاع غزة. اليوم هذا السؤال، أليس مطروح أمام هذه الدول الداعمة والمؤثرة لإسرائيل؟ أكيد مطروح. اليوم لما أمريكا اضطرت، لما شافت ضعف الجيش الإسرائيلي وضعف المخابرات الإسرائيلية قدام الطوفان، لما اضطرت تبعت المدمرات الكبيرة والحاملات الطائرات والخبراء وتبعتها والخبراء، وإجا بايدن بزيته وإجا بلينكن بزيته وإجوا ضباط المخابرات وإجوا ضباط عسكريين وقعدوا بغرفة العمليات يشرفوا على الموضوع، لأنه حسوا أنه هيدا العسكر القبضاي اللي حاطينه هن ليحمي هيدا الثغر أنه أضعف بكتير بعد أنه يحميه ويضمن المكاسب الاستراتيجية من البقاء بالمنطقة لأمريكا. هلأ هيدي عم تتناقش وراء الكواليس، أكيد أكيد عم تتناقش. اليوم بالأساس كان عم ينحكى أنه نحن إسرائيل قديش عم بتكلفنا وعم نكسب قد ما عم تكلفنا. كانت مراهنة هي أنه إذا ضمنت الغاز وطريق الغاز وصار لاعب رئيسي بسوق الغاز الإسرائيلي، أنه هي بترجع بتعوم حالها عند الغرب. بس هلأ خلص فشل هذا المشروع كليا، مية أنا برأيي 100% فشل. أضف أنه اليوم الغرب قديه بده يتحمل عبء إسرائيل بعد بيتحملها لفترة، هلأ بده يحاول يعمل عمليات جراحية هو لينقذ هيدا العلاقة، مش حبا بالعلاقة، الغرب ما عنده عاطفة بهيدا الأمور. يعني آخر النهار ممكن تكون هي الثمن، ثمن مصالحه. والغرب نحن بنعرف، يعني اليهود ما اضطهدوا عنا بالشرق، ولا بلد عربي اضطهدهم، ولا بلد مسلم، ولا بلد شرقي اضطهدهم، اضطهادهم كان بالغرب. بالغرب هن كان زيتهم. مشكلة أوروبية بالأساس، يعني هن زيتهم اضطهدوهم، هن زيتهم الغربيين بالأساس. فهلأ هن أنه بدفعوهم الثمن بالآخر، إذا مصالحهم اقتضت التخلي بتخلوا بتدفع هي الثمن. وهون برأيي إسرائيل هلأ معركتها بهدفين، هدف أن تحقق مكسب على الأرض، وهدف أن اقناع الغرب بضرورة ضل ضرورة استراتيجية للغرب. أنا برأيي هيدا أن ضرورة استراتيجية بلشت تتراجع هذه المسألة، وإن تحقق مكاسب بطريق الغاز كمان برأيي مش يعني هذا الهدف صاعد، يعني نعم مش حيزبط. طيب يعني فشلت المشاريع، نستطيع أن نقول بأنه اليوم هذه الحرب في غزة أفشلت مشاريع أو طوفان، عملية طوفان الأقصى أفشلت مشاريع كبرى واستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. طبعا طبعا، أنا في شيء بالتاريخ بقول معارك الحاسمة بالتاريخ، في معارك مثل معركة عين جالوت بوقتها المؤرخين الغربيين وصفوها أنها من المعارك الحاسمة، لأنه المغول لما إجوا لعنا إجوا بدهم يكفوا على الغرب، لما أكل خسروا الحرب بعين جالوت، مش حرب تدمروا يعني بعين جالوت. ووقتها كان الأداء المصري رائع، لأنه وقتها قطعوا روس القيادات الكبيرة كلها هلاك، وبعد منها ما عاد قدر يحقق لأنه ما كانش موجود، كان ميت بيو أو حدا بالهيدا. بعد منها ولا نصر حقق هولاكو، بلشت يعني بدأ عصر الهزائم بالنسبة له وانتهوا المغول. المؤرخين الغربيين لهلأ بصنفوها أنه من أهم المعارك الحاسمة بالتاريخ، وهي صارت ببعد أرض صغير بفلسطين كمان، عين جالوت بفلسطين. وطبعا نحن اشتركنا فيها على فكرة، بلاد الشام كلنا اشتركنا فيها. يعني الجيش السوري وقتها تخلى عن الناصر يوسف، لما اندهر الناصر يوسف سلم مفاتيح دمشق للمغول، الجيش السوري دور وإجا بقي جاي على عين جالوت، طبعا مع الجيش المصري وعظمتهم بهداك الوقت. إن شاء الله يا رب هلأ يرجع يفيقوا على تاريخهم المصري. فهيدي المعركة أنا برأيي، يعني أنا بقرأ تاريخ كتير وبقرأ مذكرات القادة التاريخيين، وهي يعني تشرشل ورومل وكل هيدي العالم، يعني التاريخ الحديث والتاريخ القديم، بتصير تقدر تشوفي الأحداث. وقت صارت قصة الطوفان بغض النظر عن الذي تلاها، قلت هيدي من المعارك الحاسمة بالتاريخ، خاصة الطوفان بذاتها نصر كبير، إنه نقدر نحن مجموعة فلسطيني محاصرين من 20 سنة، مقصقصين ضافيرهم، محجوزين، عم يتعاملوا معهم أسوأ أنواع المعاملة، وقدروا يسيطروا عليهم. بالعلم
لأنه فيها علم الحرب اللي قادوها، وفيها قوة إرادة، وفيها تخطيط غير عادي، وبالأمن وبالمخابرات، وحققوا أهدافهم لما فاتوا أخذوا الداتا تبع المعلومات هي كلها من 3 مراكز مهمة، وهوليك مسطلة مش عارفين شو اللي عم بيصير الإسرائيلية. وطبعا جننوهم بالشيء اللي صار، جننوهم بنتائج المعركة، مش اللي قتل الإسرائيليين اللي خلت إسرائيل تفقد عقلها، لا، نتائج المعركة. يعني المكسب الضخم اللي تحققوا إنه كيف قدروا هول الناس يعملوا هيك، مثل قصة شمشو، لما شمشوم الجبار بعد ما كان مكبل بالسلاسل وصار اللي سوى كله شوي هد الهيكل على راس الكل شمشوم، نفس الشيء هيدا الشعور، هاي نتيجتها عالمية على مستوى العالم كله، مفصلية هاي. وعشان هيك بتقول تلاقي الروسي والصيني مش عم يتدخلوا طبعا، لا مباشر ولا غير مباشر، مش عم بيعينونا بشيء، ولكن عم بيراقبوها لحظة بلحظة وخطوة بخطوة لهي، لأنه انعكاس عليهم وعم صالحهم المستقبل الصين وروسيا بالمنطقة. فعشان هيك هيدي المعركة يعني أمريكا بدها تحاول جهدها أنه هيدا العسكري اللي حاططه هون يضل واقف عجري. هلأ نحن عم نحاول جهدنا ما نخليه واقف عجري، أو إذا بقي ويضل مشلول وقاعد على الكرسي يعني معاق. لكن يعني اليوم إلى أي مدى من الممكن أن تتحدث إسرائيل ومن خلفية الولايات المتحدة الأمريكية عن أي نصر؟ إذا كنا نتحدث فقط بالمعايير معيار الوقت، نحن نتحدث عن أكثر من شهرين لجيش يصف نفسه بأقوى جيوش في المنطقة وربما من أقوى الجيوش في العالم، لم يستطيع أمام مجموعة صغيرة. يعني حتى لحين نتحدث عن المقاومة الفلسطينية بكل فصائلها، نحن نتحدث عن مجموعات صغيرة متواضعة سلاحا وعتادا أمام العتاد وأمام لوجستيات للجيش الإسرائيلي. عامل الوقت، عامل الدعم الكبير الدولي، وهذه الفيتويات التي باتت مستخدمة حتى الساعة في مجلس الأمن، هل نستطيع أن نتحدث حتى لو تحقق أي إنجاز، نستطيع أن نتحدث عن نصر تستطيع أن تستثمره إسرائيل للاستكمال للاستمرار؟ لا إلا إذا شيء شكلي، يعني إذا شيء شكلي بس، لأنه بدهم يعوموها إرضاء للرأي العام، يعوموها لإسرائيل لفترة معينة بس، وإلا ضمنا لا. هن بيعرفوا انه اسرائيل فشلت فشل ذريع مش فشل عاد، لما مش قادره تقدم 200-300 متر بشمال غزه بالرغم من كل الدمار، عم يطلعوا من تحت الدمار يقتلوها يعني لاسرائيل. وعمليات نوعيه اللي عم تنعمل، لما بتسمع بعض العمليات وبعض الشغلات كيف لما عم تحاول تقرب اسرائيل، ما عادت عم تسترجي تقرب على مطرح، حتى لو شافت مدخل نفق من الانفاق مش عم تسترجي تقرب، لانه لما قربت اكثر من مطرح انفجر فيها بالفعل. فجر فيها. برايي انا امريكا مثل ما اخذت هيداك القرار بفيتنام ب 24 ساعه، قرروا صارت مجزره بوقتها بهيدا، اخذوا قرار بعد ما وقتها دمروا لهم مركز القياده العسكريه، فجروا الفيتناميين فورا، ضبوا ثيابهم وفلوا. بافغانستان في شيء بحدود معينه شبيه فيه، برايي بده يجي هيدا الوقت، بده يجي بالنسبه لاسرائيل، والا ترجع اسرائيل دوره مثل ما كانت اكيد لا، انتهى هيدا الدور، انتفى الدور الاسرائيلي ابدا ابدا، صفحه التاريخ انقلبت هلا. طيب وانعكاسات ذلك على اتفاقيات التطبيع، كنت تتحدثين منذ قليل عن الدور العربي المأسوف عليه للاسف من قبل الانظمه العربيه تجاه ما يحدث في غزه، وبالتالي انعكاس ذلك على اتفاقيات التطبيع التي هي جزء اساسي منها امنيه وعسكريه. هي إسرائيل كانت عم بتخطط على أساس أنه من الفرات إلى النيل بيصير باتفاقيات سياسية، يعني بالسودان راحت على السودان على أعلى النيل، اجت على مصر أخذت هيدا الجزيرتين وصار عندها عم تعمل قناة وكله هالشي، دول عربية الخليجية، وطبعا نزاح صدام عشان هيك بيقولوا بكل كلمة بتحشي صدام، صدام تخطط من زمان من هيداك الوقت إزاحته عشان الخليجية يطبعه، لأنه لو بعده موجود ولا ممكن يقدروا يطبعه مع إسرائيل. كان بكل الأحوال تحضرت الأمور كلها إلى 20 سنة عم تتحضر الأمور ليوصلوا للحظة التطبيع. أنا برأيي هلأ قديش فيهم يكملوا بالتطبيع العرب بعد؟ شعوبهم كلها الخليجية موقفها مثل موقفنا نحن، ما حدا قبلان باللي عم بيصير. وعشان هيك امبارح الإمارات هي شخصيا تولت، من ناحية بتحتفل بعيد يهودي عندها، ومن ناحية عندها بالإمارات احتفلوا، ومن ناحية تانية أنه هي صاحبة هيدا القرار، عم بيجربوا يجملوا وجههم قدام شعوبهم بالداخل. نحن وجههم الجميل قدامنا كلنا، ولكن قدام شعوبهم أنا برأيي صعب يكملوا بالتطويع، صعب. وهيدا المشروع اللي كان مراهن عليه نتنياهو كله سقط كمان، سقط أيضا. يعني بتقري انت
كتاب نتنياهو اللي عملوا عن الأيضا، كلهم كتبوا شيمون بيريز وكلهم كتبوا، هاي كلها المخططات سقطت هلا. في حقبة جديدة بيعملوا استراتيجيات جديدة. يعني نحن نتحدث حتى ما قبل انتهاء هذه العملية وهذه الحرب المستمرة على قطاع غزة والإبادة الجماعية، نحن نتحدث عن إنجازات استراتيجية منذ طوفان الأقصى. إذا كنا نتحدث عن إسقاط مشاريع استراتيجية طبعا بالنسبة للكرة الأرضية وتغيير خطوط النفط والغاز وما لتأثير ذلك على النظام العالمي، إذا كنا نتحدث أيضا عن إسقاط أو تراجع أو إفشال اتفاقيات تطبيع، وبالتالي نحن أمام إنجازات استراتيجية حتى ما قبل الذهاب طبعا إلى النصر الاستراتيجي الكبير وهو بتحرير كامل طبعا الأسرة. طبعا لو انتهت عند هون هلا نحن منتصرين وحققنا مكاسب كثير كبيرة من هاي الحرب. ايضا الشعب الفلسطيني يحقق انجازاته على يعني على على طريقته، خصوصا اهالي غزه. سنتابع هذا التقرير طبعا. حيث في ظل عدم توافر الوقود وغاز الطهو انتشرت في شوارع المخيمات واماكن النزوح في قطاع غزه مؤخرا افران الخبز على الحطب والتي يقدم اصحابها خدمه شبه مجانيه للنازحين، ما يعكس التكاتف والتعاضد بين اهالي غزه في احلك ظروفهم. وسام العشي والتفاصيل. مع استمرار العدوان المتواصل على قطاع غزة لأكثر من شهرين ومحاولات إسرائيل الجاهدة لخنق سكانه وقتلهم بكل الوسائل، يلجأ سكان قطاع غزة هنا لبدائل تعتبر بدائية بعض الشيء لمواصلة حياتهم رغما عن أنف الاحتلال. شايف كيف الوضع؟ فيش غاز، فيش طحين، فيش إشي في البلد، فاضطرنا سبل يعني بدائية نشتغل نار وإشي عن طريق الحطب خشب، عن طريق الخشب والحطب والكراتين، من اللوم من الصبح من اللوف قبل بيوم، بعد ما خلص نقبز بنروح من اللوف بنجيب حطب. لم لاقين حطب ولم لاقين خميرة ولم لاقين حاجة، الطحين معنا بنصب من الساعة 4 عشان نجيب كيس طحين، والخميرة ب50 شيكل صرنا نعجن من غير خميرة، هذا هو صاج عشان نوفر لأولادنا بدهم ياكلوا، لا في أكل ولا في شرب. هاي المدارس إيش بيجيبونا؟ كوباية رز لسبعة أنفار، لمين ولا لمين؟ إحنا والله بنعجن في البيت وبنجيب عند الراجل، إحنا إنه يعني تقريباً إنه 10 أيام ما شفناش لطحين، يعني بناكلش خبز بالمرة، طحين بناكلش. اليوم دبرنا حالنا، جيراننا استلموا كيس، قلنا لهم بس نسلم كيس نعطيكم إياه، حسب ما احنا يعني مرينا في الوضع والوضع اللي احنا فيه مأساوي جدا. الراجل اللي بيخبز لنا كل 4 بشيكل وبتعاطف مع الناس، براعيهم شوية هيك يعني، بقصر شو بتمشي الأمور ولازم كلنا نقف مع بعض. وسام العشي، غزة، الميادين. سيدة بشرى، يعني هذا المشهد يحتاج مجلدات، إنما هذا الشعب شعب الجبارين. بتعليق بسيط، كيف نستطيع أن نعلق على هذا المشهد الذي يعلم العالم الصمود؟ شو بدك تعلق؟ يعني هذا الفلسطيني أول شيء، شعوب العالم كلها واقعة بغرام الشعب الغزاوي الفلسطينية هلا كلنا يعني واقعين بغرامهم. بتلاحظي لما عم بينزل ضحايا مثلا بالضفة الغربية بتلاقي جنازة ألوف مؤلفة، جنازة الشهيد شيك. بتلاحظ حتى بقلب غزة وبهيدا المطار بيجي قصف على مطرح شوي تلاقي الناس مثل النمل، بالفعل مثل النمل كلها هيدا بيحشدوا، بيقولوا حشد يعني بيعملوا حشود. هيدا العالم طلعي فيهم هلا هون المخيمات. انا عندي صديق محامي بيقول لي انا بروح بشتري خضرتي ولحمتي وغراضي من المخيم صبرا. قلت له ليش؟ قال لي بضاعه احسن وارخص. عملية التعاضد عندهم موجودة من أساس، موجودة حتى هون مع أنه ما عندهم مشكلة، ولكن في عملية التعاضد. أنا من يومين ثلاثة كنت بعين الحلوة، نحن رغيف الخبز عندنا بلبنان هلا بعد أزمة الطحين صار رقيق كتير، هيدا الأبيض الكبير كبير صح قد حجمه ولكن كتير رقيق، إذا بتلفي صندوق لبنة بتخزع. مرقت بعين الحلوة عم بتطلع عم بمسك الخبزات، أنا طلعت بعد السماك القديمة بعدهم ما بيغير. يعني هو شعب ولاد دائما يجد السبل للصمود، هيدا الشعب مش بيهزم إسرائيل، بيهزم أمريكا والدنيا كلها. وهذا ما نستطيع أن نختم به مع حضرتك. شكرا جزيلا لك السيدة بشرى الخليل، المحامية والناشطة السياسية، لحضورك معنا في استديو الميادين. حبيب.
إذن الختام مع هذا الخبر من بيت اللحم، حيث ألغيت كل مظاهر الاحتفال مع اقتراب حلول الميلاد المجيد، نوع من التعاضد سيدة بشرى أيضا، فقد اتفق كل رؤساء الكنيسة في القدس على هذا القرار تنديدا ورفضا للإبادة الجماعية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في غزة. وكانت لافتة مغارة الميلاد في إحدى الكنائس في بيت لحم، حيث يظهر الطفل يسوع ملفوفا بالكوفية الفلسطينية، أما المغارة فهي عبارة عن كومة أحجار تحاكي المشهد الغزي بامتياز. قرب العيد بعرس السماء جيت كان فيه